مرحبا، أنا ميسة مغربي ودوري أمينة في مسرحية أبي امرأة. ياسر سيف في دور أبو جميل، هو تعالوا العرض أبي امرأة وتشوفون الدور الثاني. أمين الصايق في مسرحية أبي امرأة في دور جميل، وإن شاء الله أكون جميل. عماد مجلي مسرحية بابا مرا، أنا راجو. أنا سميرة الوهيبي مسرحية أبي امرأة في دور أم إدريس. نجيب النواخذة في مسرحية أبي امرأة في دور ماري الخدامة. مسرحية أبي امرأة في دور ياسمين، معاكم أميرة محمد. أحمد بن علي مسرحية أبي امرأة دور عبيدة الشرطي.